اهلا بيكم. ساعات لما بنفتح الويندو بنلاقي الرسالة دي، ازاي نتخلص من الرسالة دي؟ دي سهلة جدا، هنبدأ معاكم واحدة واحدة نشوف ازاي نتخلص منها. ديت بتقول ان البوت سيكتور ممكن يكون التلف في ملف المفروض يكون موجود في الويندو عشان تبدأ. ده بيحصل له تلف بسبب فيروس، بسبب اي حاجة. عشان خاطر نبدأ لازم نكون متأكدين، ندخل على البايوس بتاع المذر بورد ونكون متأكدين بان نحول البريوريتي بتاعت بداية الويندو من السي دي، يعني ونجيب السي دي بتاعتنا بتاعت الويندو اللي احنا حملنا بيها البرنامج ونحطها في الديسك بتاعها ونبدأ نشغل الكمبيوتر ونعمل له ريستارت. بعد كده بنعمل ايه؟ بتظهر لنا المسافة دي. press any key to boot from CD. هنضرب اي مفتاح، وهنضرب مثلا على سبيل المثال انتر. بتبدأ الويندو لودينج فايل، بتاخد الويندو الفايلات اللي موجودة في السي دي وبتقارن بينه، وبعد كده بتظهر الشاشة ديت. وبعد كده بيقول لي بحط بقى السيتنج بتاع الويندو، اللانجوج والكرنسي والتايم والميثود وكل الكلام ده كله، ونقول نيكست. نضرب على نيكست زي ما احنا شايفين كده، بتظهر لي الرسالة دي. طبعا ما نعملش انستول بقى، لان انستول هتفرمط لي الجهاز بتاعي. لا هنا انا او هتفرمط لي الجزء من الهارد ديسك. هنقول ريبير يور كمبيوتر ونعمل عليها نيم ونضغط عليه. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيظهر لي بقى السيستم ريكفري اوبشن. الدايلوج دي بيحاول يدور على السيستم مكانه فين، وبنختار السيستم بتاعك. ممكن يكون عندك اكتر من سيستم، ويندو 7، ويندو 8، اي حاجه. لا عندك اكتر من سيستم، تختار السيستم اللي انت عايز تعمل له ريبير واللي انت بتعود تفتحه، وتقول نيكست على طول. بعد كده بعد ما بنقول نيكست بيبدا يحاول يعمل لي ريبير اند ريستارت. نضغط على ريبير اند ريستارت وبيظهر لي هنا، ونختار طريقه من الطرق. كل الطرق دي بتشتغل، بس احنا هنبدا بحاجه اسمها ستارت اب ريبير زي ما احنا شايفين. وهيحاول هنا ستارت اب ريبير از تشيكينج يور سيستم فور بروبلم، بيحاول يفتش عن البروبلم ستارت اب ريبير ويصلحها. وهنا بيقول لك ريستارت يور كمبيوتر عشان تعمل ريبير. نضرب فينش على فينش بعد ما بتظهر لي ويبدا يظهر لي. ما نضربش على اي مفتاح بقى، نسيبه بقى. لو ضربنا المفتاح هيبدا يعيد الكره من جديد وتبدا يعمل لي ستارتنج ويندو. شكرا لاستماعكم لفوزي اكاديمي. ارجو انكم تشتركوا بالموقع، تعملوا لايك، تعملوا شير، تعملوا فيفوريت. تشجيعكم بيساعدني على تقديم المزيد.